الحقيقة أنه ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين هي التي رحبت بالتقارب المصري التركي، بل لا أعرف سياسيا في الساحة، وأنا زي ما قلت لحضرتك يعني محتك بكل الكيانات والاصطفافات والمظلات يعني السياسية، لم يرحب بالتقارب المصري التركي لما فيه مصلحة الشعبين. لكن الحديث اللي حضرتك بتشير إليه أو التصريحات اللي حضرتك بتشير إليها، تصريحات الأستاذ إبراهيم منير بخصوص أن جماعة الإخوان تقبل وسيطا نزيها كتركيا في التعامل مع في الوساطة بين المعارضة وبين النظام المصري، ده الحقيقة تصريح خرج من جماعة الإخوان المسلمين وهم حلفاء لنا، يعني سواء في التحالف الوطني لدعم الشرعية أو في اتحاد القوى الوطنية، التحالف الوطني لدعم الشرعية أحزاب سياسية مصرية ويغلب عليها الإسلاميين، لكن الآن اتحاد القوى الوطنية هو خليط بين تيارات سياسية مختلفة، ومن مؤسسيه هو التحالف الوطني نفسه زائد الإخوان زائد غيره. فبحكم العلاقة، علاقة التحالف يعني فيما بيننا، أقدر أقول أو أستنتج أنه هذا التصريح له أحد احتمالين، وده ما يقال في الساحة بمناسبة في الساحة السياسية، يعني انتظارا للاجتماع القادم القريب يعني عشان نناقش هذه الفكرة أو هذه التصريحات وفكرتها بقى، فكرة قبول المعارضة بتركيا كوسيط. لا نشك أن تركيا وسيط نزيه، بس هل نحن مستعدون بقى وهل هي كانت للتواصل ولا لا؟ لا لا لا، ما نحاول لك هو. أحد الاحتمالين الأولين يعني في الفكرة بيقول أنه نعم هناك إشارات أن تركيا تريد الوساطة، والإخوان المسلمين كجماعة كبيرة في الساحة المصرية، الجماعة الأكبر بلا شك، وهي التي كان في يدها الحكم يعني، والرئيس كان منها وأغلبية البرلمان منها، وبالتالي عندها فكرة أن هناك مساعي في هذا الإطار، وبالتالي بتقدم ترحيبا لاستمرار هذه المساعي. وفي احتمال آخر ويوازي هذا الاحتمال من جهة الترجيح يعني 50% 50%، أنه هذه رغبة جماعة الإخوان المسلمين، وليس هناك فعلا، لكن رغبة جماعة الإخوان المسلمين بأن يوضع ملف المصالحة كأحد الملفات بين النظام المصري والنظام التركي. فبدأوا بالتصريح ليكون هذا أحد الأوراق المطروحة أو أحد الأفكار في رأسي النظام المصري والنظام التركي، وهم بيتواصلوا أو بيتفاوضوا على سائر الملفات. الحقيقة لا أستطيع أن أجزم شخصيا يعني بأي الاحتمالين، رغم أن تصريحات الأستاذ إبراهيم منير اللاحقة لتعديل التصريح يعني أو لضبطه أو لتوضيحه بيقول أنه لم يحدث تواصل، ولو حدث تواصل سيكون هذا من خلال الحالة المعارضية كلها، كأنه يشير يعني إلى حلفائه اللي إحنا أحد الحلفاء معه، وبالتالي صرح بهذا، فده بيرجح الاحتمال الثاني أننا نريد أن نضع أو الإخوان يريدون أن يضعوا هذا، لكن هل قررنا كقوة سياسية مصرية هذا القرار؟ لا، لم يحدث. لكن هل نحن في مشاورات بهذا الشأن؟ نعم نحن في مشاورات بهذا الشأن، قريبا حيكون في اجتماع لاتحاد القوى الوطنية، لعلنا نستطيع أن نحن ناخذ قرار في هذا المسار يعني.